مساء الخير عليكم يا شباب. النهاردة هنقدم معلومة جميلة جدا، ان هو طبعا في بعض التلفونات بتعاني من موضوع الذاكرة، وان الذاكرة ممكن مثلا تبقى ممتلئة. ده بيبقى برضه من ضمن العوامل اللي هو موضوع برنامج الواتساب. وبرنامج الواتساب طبعا انتوا زي ما انتوا عارفين، لما بتشتركوا في مجموعة او حاجة زي كده، فبتبدأ بقى تنزل فيديوهات، صور، مش عارف ايه الكلام ده، كله ده بيضغط على الذاكرة بتاعة التليفون، وده بيخلي ذاكرة التليفون بتبقى ممتلئة جدا. طبعا الناس، في ناس تعرف ان هي ممكن مثلا تفضي الذاكرة دي، وفي ناس ما تقدرش تفضيها. فاحنا النهاردة بإذن الله جايين بشرح ازاي توقف تنزيل الفيديوهات اللي هو على الواتس، او بمعنى صح لو انت عايز تنزلها بتبدأ انت تنزلها بأمر شخص منك، وليس هي بتنزل لوحديها كده هو، عشان تقدر مش كل شوية تقدر تقعد تمسح تمسح تمسح، والذاكرة ممكن تتملي بتاعة الجهاز. بنخش على الواتس، وبنيجي فوق طبعا بنعمل الإعدادات، تمام، بندوس على الإعدادات، تظهر لنا الإعدادات، بنبدأ ندوس على الدردشة. وطبعا بتبقى فيه هنا هو خيارين، اللي هو اعداد الدردشة، طبعا مفتاح الادخال، وعرض الوسائط. طبعا انا لغيها هنا هو، هي المفروض بتبقى مفعلة عندك كده، لا انت بتبقى بتلغي التفعيل بتاعها، اللي هو عرض الوسائط التي تم تنزيلها حديثا في المعرض او في الهاتف. بمجرد ما انت ما بتلغي الاختيار ده، بيبدأ الفيديوهات والحاجات اللي بتتبعت على المجموعات ما بتوصلكش، وانت لو انت عايز تنزلها بتنزلها عن طريقك انت، هي ما بتنزلش اوتوماتيك داخل الجهاز. بكده اكون خلصت يا جماعة، يا جماعة الخير، واتمنى تكون الحلقة فادتكم، وان شاء الله ما تنسناش في الدعم والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. وأشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.